ضد السلاح المنفلت، زين، مع تقوية الدولة، مع الرقابة على المال العام. يعني احنا هذه مو شعارات، وانما هاي متبنيات نتبناها احنا. اما اذا واحد هو كل ما تقول تحكي على الفساد ويشعر انه مستهدف فلان، ايش يسوي له اذا هو فاسد او حامل فاسدين؟ مش هذا مشكلته هو يعني، هذا سواء كان زعيم سياسي او وزير او مدير عام او اي او زعيم كتله سياسيه. دياله يمكن وضعكم رجيج بها شويه، دياله يعني ان شاء الله قد نفاجئكم، يعني قد تفاجئون بي. من اشوف هسه احنا من المقدمه قلنا انه انتخابات مجالس محافظات ملحميه تدخل وضع الانبار، صح، وضع الانبار الان من تنزل السياده تنزل بقائمه، التقدم بقائمه، حسب الوطني بقائمه، قوائم اخرى محليه، تجمعات عشائريه، وهن ايش قد 14 مقعد الانبار، مو 16 مقعد. المن يصير عندني شلون اتخيل حكومه محليه؟ خلينا ناخذ الانبار كمثال، كل قائمه ممكن تحصل لها 3-4 مقاعد. بالاخير اتوقع اللي تفوز هي يعني 5 كتل، يعني حتى تقدم اللي يعني هسه ظاهرا هي الاقوى، ما راح تاخذ 8 بالانبار، ما راح تاخذ. لا اكيد طبعا ماكو كتله اقوى كتله ما راح تاخذ، ما راح توصل 6 ما توصل. زين، يعني شلون راح اتفاهم الان من اشوف هذا الصراع بيناتكم كقوائم او كتحالفات يعني او كشخصيات سياسيه؟ بالاخير هو احنا يعني حالنا حال العمليه السياسيه اللي موجوده بالعراق، انه ما تظهر نتائج الانتخابات لا تستطيع كتلة واحدة تشكيل الحكومة، بالتالي لابد أن تأتلف. احنا يعني ما أخفي لك عندنا تفاهمات مع بعض الكتل السياسية، نعتقد بوقتها قد تنعكس التفاهم في محافظة معينة على محافظة أخرى، يعني